كل بقى التفاصيل اللي عايزين نعرفها عن المران، استعدادات الفريق النهارده، المران هيبدا الساعه كام، الاجواء بشكل عام في ملعب مختار التتش بالجزيره، كل ده نعرفه من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منه كل التفاصيل. مساء الفل يا محمد. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار لديك. يعني زي ما قلت في مقدمتك يا محمد، يمكن على طول عقب مباراه الوداد كان في على طول تدريب، طبعا مستر مارسيل كولر تعودنا معاه من يوم ما تولى المسؤوليه الفنيه للفريق ان تاني يوم المباراه طالما معاه يعني وقت بين المباراتين بيبقى تاني يوم على طول تدريب علشان المجموعه اللي ما شاركتش في المباراه تاخد حصه تدريبيه كبيره، وكمان المجموعه اللي شاركت بشكل اساسي تعمل الاستشفاء بتاعها بشكل سريع، وبيبقى في على طول اليوم التالي على طول بيبقى يوم اجازه ومن ثم بيكمل مران على طول. زي ما انت عارف على طول الفريق النهارده باذن الله في تمام السادسه هيبقى التدريب الاول بعد الراحه، ويمكن في تدريب كمان اخير غدا باذن الله هيكون ظهرا قبل ان شاء الله الطيران للوداد الى الدار البيضاء لملاقات الوداد المغربي في يعني مباراه الاياب في دوري نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن الاستعداد هنا على قدم الوثاقه محمد، ملعب مختار التتش هنا بالجزيره يمكن مستعد لتدريب الفريق، تدريب زي ما قلت لك ان شاء الله هيبدا في تمام السادسه، طبعا هيسبقه محاضره بالفيديو للجهاز الفني هيتكلم فيها طبعا عن خلاص بقى بدايه التحضير لمباراه الوداد وان شاء الله الفتره الجايه الفريق هيشتغل ازاي. طبعا كابتن سهل عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وكابتن سمير عادل المدير الاداري للفريق الاول، وكمان يعني الدكتور محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي يمكن سبقوا البعثه النهارده وسافروا على طياره الثامنه والنصف صباحا للدار البيضاء طبعا لانهاء كافه الترتيبات الخاصه بالبعثه، اماكن الاقامه، ملاعب التدريب. وان كان محمد تعرف النادي الاهلي يعني زي ما بنقول كده الدار البيضاء على طول رايح جاي عليها، فنفس الفندق في الغالب اللي بنقعد فيه كل سفريه هيبقى الفريق موجود فيه، كمان ملعب التدريب اعتقد هيبقى الاقرب هو ملعب العربي الزولي الخاص طبعا بفريق شباب المحمديه اللي بيلعب في الدوري المغربي، يعني الملعب والفندق اكثر من رائعين، ويمكن خلاص الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي اعتادوا خاصه في الدار البيضاء ان هم يقعدوا في نفس فندق الاقامه ونفس ملعب التدريب قبل المباريات المهمه كلها. باذن الله زي ما بقول لك الاستعداد كلها على قدم وساق، ان شاء الله كل حاجه تكون موفقه، وباذن الله كمان نكون موفقين في ال 90 دقيقه، وباذن الله نعود بالاميره الافريقيه ال 11 والحصول على لقب ال 11. كابتن محمد طبعا زي ما اتكلمت بالامس يمكن سمعتك بتتكلم طبعا عن اختيار كابتن حسام غالي لرئاسه البعثه، وبالطبع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هيكون مرافق للبعثه. يمكن ده من حسن الطلع محمد طبعا اختيارات مجلس اداره النادي الاهلي كلها رائعه، ولكن يمكن كمان انا شايف جزئيه مهمه جدا في اختيار كابتن حسام غالي بالتحديد لرئاسه البعثه. يمكن طبعا كلنا عارفين ويمكن بنحب شويه يعني نراجع في التاريخ، كابتن حسام غالي كان كابتن فريق النادي الاهلي سنه 2012 لو تفتكر يا محمد في مواجهه الترجي التونسي، المباراه اللي انتهت في برج العرب هنا مباراه الذهاب بهدف مقابل هدف، وفي مباراه العوده زي ما قلنا كابتن حسام غالي كان كابتن فريق النادي الاهلي وعمل واحده من اروع مبارياته على تاريخ حياته كلها، وقدر فريق النادي الاهلي انه يهزم الترجي في ملعب رادس في عز الترجي زي ما انت ذكرت بالتحديد 2-1، وعدنا باللقب الافريقي من هناك من رادس على ارض الترجي التونسي. ان شاء الله ده يكون دافع للاعبين، وكابتن حسام غالي طبعا لعيب كان كبير جدا واكيد هيتكلم مع اللاعبين عن تجربه حيه هو عاشها يمكن بنتكلم فيه من 11 سنه تقريبا، وطبعا كابتن محمود الخطيب تواجده بيكون دافع مهم جدا للاعبين بصفه طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وواحد من اهم اللاعبين على تاريخ القاره السمراء. ان شاء الله النهارده زي ما قلت لك التدريب هيبدا في السادسه، هيكون مران قوي زي ما ذكرت كل اللاعبين موجودين، وان شاء الله ده هيكون تدريب قوي جدا زي ما قلت لك. كمان الفريق هيختتم استعداده هنا بالقاهره غدا ان شاء الله، ومن بعدها ان شاء الله التوجه لمطار القاهره الدولي لاستقلال الطائره والسفر مباشره الى الدار البيضاء على متن طبعا رحله او طائره خاصه، وباذن الله الفريق يعود معاه كاس افريقيا باذن الله محمد، ويفرح كل جماهير النادي الاهلي اليوم التالي على طول للمباراه باذن الله رب العالمين. طيب قائمه الاصابات قبل ما ادخل البرنامج على الهواء توفيق، المواقع كلها كانت بتتكلم على قائمه الاصابات، الحمد لله اصبحت يعني ما فيهاش غير رأفت خليل ألف مليون سلام عليه إن شاء الله يعني يرجع بسرعة خلال الفترة اللي جاية، ولكن الكل بيتكلم على الحمد لله شفاء وجاهزية رامي ربيعة، شفاء وجاهزية محمد الشناوي، علي لطفي كان احتياطي المباراة السابقة مع مصطفى شوبير اللي لعب مباراة كبيرة جدا وكان حارس قوي وأدى مباراة كبيرة أمام فريق الوداد، بقى نفس الأمر حمدي فتحي لو عنده إجهاد أصبح جاهز. يعني تطمني هل بالفعل القائمة أصبحت خالية ما فيهاش غير رأفت خليل بس دلوقتي؟
الحمد لله بطمنك يا محمد وطمن كل جماهير النادي الاهلي، يمكن كمان من قبل مباراه الوداد الاولى، والحمد لله اللاعبين كلهم الحمد لله حالتهم اكثر من رائعه. يمكن محمد الشناوي كمان كان من الناحيه الطبيه جاهز، ولكن طبعا مستر مارسيل كولر فضل يعني راحته في هذه المباراه طبعا نظر لاحتياج الفريق الكبير ليه في مباراه العوده بشكل خاص. ولكن الحمد لله كل اللاعبين في حاله جيده، نتمنى ان شاء الله قدامنا اربع ايام باذن الله كل اللاعبين تكون جاهزين من الناحيه الصحيه والبدنيه والفنيه، وكمان اهم من ده كله محمد يكون توفيق ربنا معانا وكل العوامل الخارج الملعب وداخل الملعب تكون باذن الله فيها توفيق لفريق النادي الاهلي. 90 دقيقه باذن الله احنا لنا الافضليه زي ما اتكلمنا، رايحين كسبانين ايا كانت النتيجه، ولكن انت رايح كسبان وليك افضليه. واعتقد ان احنا يا محمد يمكن الناس كلها بتتكلم عن مباراه 2016 بس اللي الاهلي فاز فيها على الوداد بهدف رامي ربيعه، ولكن ناس كتير جدا بتنسى طبعا البطوله الاهم وبطوله 2020. النادي الاهلي يمكن في الدور قبل النهائي كمان عمل اداء ولا اروع ونتيجه ولا اروع، وكسب بهدفين مقابل لا شيء في نفس الملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. ان شاء الله احنا لنا الافضليه ولينا فرق التاريخ وكل حاجه، وباذن الله نكون موفقين وربنا يكون معانا قبل كل شيء، وباذن الله نرجع من الدار البيضاء ومعانا اللقب 11 باذن الله رب العالمين. باذن الله. الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، ويمكن طمنا بنسبه كبيره على الاجواء بشكل عام داخل النادي الاهلي واستعداد الفريق في التدريب اللي هيبدا ان شاء الله بعد قليل.